ودخل على يوم مع سيدنا أنس منديل يمسح بوجهه، حمل المنديل قال رماه للجارية قال نظفي هذا، قالوا عندها نار توقد حطت المنديل وسط النار والمنديل خرق. يتعجب هذا إيش هذا تعمل الجارية بتحرق المنديل حق الشيخ، وإذا بالنار تأكل الوسخ كله بالعود، بعدين خرجت المنديل صافي. فعجب خلته يبرد ناولته إياه، قال له تعجب؟ قال كيف ما عجب؟ إيش هذا النار تأكل كل خرقة، ليش حقك المنديل هذا ما تأكله النار؟ قال له إن هذا المنديل كان لرسول الله، كان يمسح به وجهه، وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء. قال المنديل بس وجه محمد صلى الله عليه وسلم، النار تتأدب معه.